معايا الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا. دكتور صبري مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ايه تفاصيل هذه الواقعة؟ والله يا فندم، هو ولي الامر دخل، كانت الام دخلت اولا وجاء معها شقيقه ومشكله مع ابنها، ووقعت منه الزمزميه بتاعته ومشى وكده، وحصل شيء من يبدو مشاده كلاميه داخل المدرسه، وعلى اثرها الاخ ده المواطن طلع السلاح بتاعه. طبعا يعني زي ما ذكرت حضرتك، احنا مش هنبحث عن نوع السلاح ده، كان طبنجه ولا غيره، والناس في التربيه والتعليم مش خبره يعني في السلاح. نعم. فادى الامر لانه طلبوا له الشرطه واتخذت الاجراءات القانونيه معاه واتعمل له محضر، وبعد كده في التربيه والتعليم احنا حلنا الموضوع كاملا للشؤون القانونيه للبحث في ملابسات الموقف نفسه. بس هو من الطبيعي انه يدخلوا اولياء الامور الى داخل الفصول او داخل المدرسه، يعني ايه الحيز المسموح به لدخول اولياء الامور؟ لا يا فندم، كل مدرسه يبقى لها ضوابط لادخال اولياء الامور، وغير مسموح لولي الامر اصلا انه يتجاوز المدرسه. هو له الدخول لمكتب مدير المدرسه ويتعامل معاه ويطلب الطلب بتاعه، وده في ساعات معينه عقب انتهاء اليوم الدراسي، او في ساعه محدده في قبيل نهايه اليوم. طيب، لكن مش من حقه يتجول في فصول المدرسه نهائيا كمان. يعني المدرسه او اداره المدرسه بلغت الشرطه، الشرطه جت اخذت هذا الشخص، مش كده؟ تمام يا فندم. يعني ايه اخر التطورات في هذا الموضوع؟ هل يعني علمتم انه مثلا وجهت لي تهمه؟ هل يعني محبوس احتياطي؟ يعني ايه اخر التطورات؟ هو طبعا احنا نعرف انه الموضوع قيد البحث بالنيابه، وبالنسبه للتربيه والتعليم الناس يعني اعدوا المحضر وادوا باقوالهم، وهم حاليا يعني المنتمين للتربيه والتعليم خارج سرايا النيابه، انما هو شانه متعلق بالنيابه. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور صبري خالد وكيل وزاره التربيه والتعليم في محافظه قنا.